في نهاية كل أسبوع لنا مع سلامة أطفالنا فقرة، واليوم ستحدثنا عن هذا الموضوع زميلتي خلود من جدة. إليك خلود. شكرا لك دانا. بالفعل مشاهدينا الكرام، احنا الان وصلنا الى محطه التغذيه وسلامه الاطفال التي يجب على الوالدين الانتباه لها. خلينا نروح التقرير اللي حيدينا فكره اوسع واشمل عن الموضوع ثم نعود للحديث بقيه. الاختناق بسبب الطعام هو السبب الثالث الأكثر شيوعاً لوفيات الأطفال الرضع بعد حوادث الطرق وحرائق المنازل. وأشارت بعض الصحف إلى أن واحداً من كل شخصين لا يعرف ماذا يفعل إذا ما أصيب شخص ما باختناق من الطعام، رغم أن الإجراء المتبع في هذه الحالة في غاية البساطة. وأشارت مصادر علمية إلى أن بعض الأطفال قد يصابون بالتسمم جراء لجوء الكثير من الأمهات إلى تحضير مجموعة من الأكلات مسبقاً، مما يضعهم أمام مشكلة التبريد والتسخين وحفظ الأطعمة المختلفة. وتشير بعض الدراسات إلى أن نحو نصف حوادث الأطفال الصغار مع الطعام تأتي نتيجة تناول الحلويات، فيما يعتبر شوك السمك من أهم الأسباب المتكررة. ويزداد أيضاً عدد الحوادث التي تتضمن أجزاء صغيرة من اللعب. وبما أن الوقاية خير من العلاج، تنصح جمعية الوقاية من حوادث الطفولة أباء الأطفال الصغار بتجنب مكعبات الثلج والمكسرات والعنب وقطع التفاح الكبيرة، كما أن النقانق من أخطر السدادات للمسلك الهوائي في الطفل. إذن مشاهدينا الكرام، احنا تابعنا التقرير والحديث اكثر عن هذا الموضوع. خليني ارحب بضيفتي في الاستوديو اخصائيه التغذيه جمانة جلال. يسعد مساكي جمانة. اهلا فيكي، حياكي، كيفك؟ الحمد لله. بدايه احنا بنتكلم زي ما قلت لك او ذكرنا مشاهدينا الكرام، احنا لنا وقفه كل اسبوع مع الطفل وسلامته. اليوم كانت وقفتنا مع التغذيه. حابين نعرف منك اول شيء ايش المخاطر التغذيه الخاطئه للطفل. أوكي، بالنسبة لمخاطر التغذية الخطيرة للطفل عموماً، إنه لازم ناخذ في اعتبارنا اللي هي المضافات الغذائية اللي بتصير دحين، يعني زي الملونات، زي كمية السكر العالية، زي كمية الأشياء اللي الغريبة مثلاً، مو بس كمان على مستوى الأغذية كمستوى إضافات، حتى الأشياء اللي ممكن الطفل ياخذها. يعني مثلاً إذا في طفل صغير دوبه بدأ يمضغ لبانة، نشوف قد إيه كمية الـ 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 السكر؟ لا، كمية اللبانة اللي هو أكلها، مو يروح يحشيها فمه. هذه من سلامة الأغذية اللي ممكن الواحد ينتبه لها، إنه يأخذ الملعقة، إنها تكون ملعقة مخصصة له على حسب سنه، على حسب إنه يكون في أحد مراقب له موجود خلال وقت أكل الطفل. يعني لازم نعتبر في الأغذية، سلامة الأغذية بالنسبة للأطفال كذا شيء، اللي هي بالنسبة للأغذية الإضافات، وبالنسبة للتولز، وبالنسبة لكمية اللي هو بيأكلها. أساس إنه يمضغ، إنه يتنفس، إنه يشرب موية، ما يصير كله ورا بعضه. كأنها عادات، بتتكلم على العادات الخاطئة أكثر. عادات خاطئة بالإضافة اللي هي الإضافات الغذائية زي الملونات اللي ممكن تكون تسبب سرطانات، ممكن تسبب هايبر للطفل، خاصة إنه الأطفال دحين بتجيكي أم بتقول لي أنا ولدي مو راضي يجلس نهائي. طب أنت من الإضافات، من الأغذية اللي أنت بتعطيها، هي مثلا الملونات فيه بتعطيه هايبر زيادة، السكر بتعطيه هايبر زيادة، يكون فجأة يكون مع السكر إنه فجأة الطفل يكون مرة حرك، وفجأة يصير عنده زي يسموها كومة سكر، بس هي ما هي كومة سكر كسكر دايبيتكس، إن هي إنه الواحد يكون عنده مشكلة إنه يتفاعل الجسم سريع مع السكر ويدي طاقة، ويصير الطفل بيتحرك على أساسها. استجابتها يا جمانة للأضرار، أضرار هذه المواد، استجابة الطفل لها أسرع من الكبار؟ طبعا طبعا، لانه الطفل سبحان الله زي ما يقولوا انه اللي يصير مع الطفل دائما اعجاز الهي، يعني اللي ما هو زي الكبار، استجابته للاغذيه تكون اعلى، يعني الطفل مثلا يكون الالوان ياخذها على طول بتبان في لسانه، بتبان في اغذيته، بتبان في جلده، حتى في عمليه الاخراج له. الله يكرمك.
نعم، طيب أبغى نتحدث شوية عن الناحية السليمة، إيش أهم جوانب النواحي السليمة لتغذية الطفل؟ حنبدأ من فين لو حابين نبدأ تغذية سليمة للطفل؟ طبعا احنا ما حناخذ اللي هي الاعمار الاوليه اللي هي 6 شهور وسنه او سنه ونص، حنخليها لين سنتين. حنبدا من سنتين، من سنتين يبدا الطفل يقدر ياكل كل الاغذيه اللي احنا نقدر ناكلها ككبار، فلازم تنتبهي انك تعطي له كل المغذيات اللي هي بروتينات، كربوهيدرات، اللي هي الدهون، املاح معدنيه، فيتامينات، تتاكدي انه هو بيشرب كميه كافيه من الحليب عشان خاطر هو في مرحله بناء ونمو. طب إيش تركز الأم أكثر شيء؟ طبعا التنوع زي ما قلت لك، اللي هو بروتينات، تتأكد أنه هو بيأكل كمية من البروتين ما بين لحوم حمراء، لحوم بيضاء، سمك، بيض، الحليب تركز والأجبان. على البروتين أكثر حاجة؟ لا لا، يتركز على كل المجموعات الغذائية. وأنا قلت لك البروتين هو جزء، لأنه هو جزء من البناء دحين. لأنه في كثير من الأمهات، أنا يمكن ركزت في سؤالي ده لأنه كثير من الأمهات بيركزوا على الحليب أكثر شيء، عرفتي كيف؟ الحليب، لأنه سبحان الله هو الغذاء الوحيد اللي فيه بروتين وكربوهيدرات ودهون. الشيء الوحيد اللي ناقص فيه اللي هي الألياف. فعشان كده أنت لما تعطي للطفل حليب أنت متأكدة تماما أنك أعطيتيه كل الاحتياجات الغذائية. فعشان كده نقول للأم، طيب إذا ما أكل أكل عادي خليه ياخد كاسة حليب، كاستين حليب خلال اليوم، لبنة، جبنة، مشتقات الألبان. طيب أنت تكلمتي على المرحلة العمرية اللي هي سنتين للطفل اللي يبدأ يأكل فيها طبيعي. طيب أنا أبغى نتكلم على المراحل الطفولة بشكل عام، بكل مرحلة تختلف عن الثانية. يعني في مراحل المرحلة دي لازم يأكل فيها الأكل الفلاني أو لازم يركز على نوع غذاء، يمكن قلتي لازم يركز على جميع أنواع التغذية، لكن في مراحل يمكن تختلف من مرحلة عمرية إلى مرحلة أخرى. هو غالبا الطفل بما انه هو في مرحله نمو، الاغذيه كلها لازم تكون موجوده متواجده تماما عنده، وما نقدر نقول انه هو لا في مرحله من المراحل عنده لازم ياكل اكثر من مرحله من المراحل. لا، هو لازم يستمر على ستيبيليتي، يعني نظام غذائي متوازن الين ما يوصل لسن المراهقه اللي هو سن البلوغ عنده. فهذا السن عنده لازم ياكل كميات غذائيه متوازنه. طبعا الطفل سبحان الله يعني يستوعب كميه اغذيه، بس في نفس الوقت لازم ننتبه للسمنة، لازم ننتبه للحركة اللي هو بيتحركها. يعني سمنة الأطفال هاي. من جد يعني مو إنه معناه إنه الطفل بيأكل معناه إنه هو لازم أنا أفضل أزغط فيه كل من جد شوية. أنا لسه كنت بقول لك يا جمان إنه في بعض الأمهات بتعطي الضوء الأخضر لأبنائها، شوكولاتات، حلويات، كربوهيدرات، أشياء كثيرة بيأكلها بأي وقت بتعطيه الضوء الأخضر. لكن لو في مرحلة نقول للأمهات لا، هنا ستوب، هنا وقفي، لازم يكون في أوقات معينة للأكل، طريقة معينة للأكل. طبعا ما أنا قلت لك يا خلود أنه لازم تنوع غذائي، بس ما دخلنا في حكاية اللي هي الحلويات. للأسف الشديد عندنا صار الأكل أو الطريقة للأغذية أو هي طريقة للقلب وإرضاء الطفل. للأسف الشديد تقول له يلا خد سوي لي حاجة عشان أعطيك شوكولت ولا أعطيك حلاوة معينة أو أشتري لك شيء معين. يا جماعة لا تربطوا الأغذية بالهابتس اللي هي بالمكافآت، ما ينفع انك تربطي الغذاء مع المكافآت. كمان بالنسبه جمالة للأم، انت بتحكي يعني بتقولي للطفل تبغي تجاري عشان هو كمان بيرفض احيانا، ما هي هذه الاشياء الملونه يمكن اكثر شيء بيتجنن عليها الطفل، وممكن اكثر شيء بيحاول تجذب الطفل. يعني تحاول انها تحول اهتمامه لاشياء حركيه اكثر، خلينا نلعب في الشيء الفلاني أو أنه نروح نتقابل مع أصدقائنا في حاجة معينة. لا تربط الأغذية، لأنه للأسف الشديد السمنة أول ما تبدأ مع الطفولة تفضل مصاحبة إلين سن متأخر تماما، وبعض الأحيان ما يصير في وعي لهذا الشيء إلا بعد ما الواحد يصير عمره 21 سنة، يكون اكتمل نمو تماما وصار عنده struggling اللي هي مشكلة في إنقاص الوزن. فعشان كده الأطفال يا جماعة انتبهوا تماما للأغذية اللي أنتم بتقدموها ليهم، وتحاولوا أنكم تبعدوا عن الأشياء الملونات، الأشياء الكيميائية، السكر الكثير، الملح الكثير، الأشياء اللي ممكن تسبب السمنة، زي مثلا الدهون المهدرجة زي الكيك والكريمات اللي موجودة على الكيك، قدها منتشرة بشكل مرة مو طبيعي وصار الأطفال جدا يرغبوها. تصير وقت الأغذية منظمة، يعني فطور، سناك، بعده غدا، بعده سناك، بعده عشاء، إنه بحيث إنه تتقسم الوجبات اليومية إلى 5 وجبات.
ما يكون 5 وجبات. أيوة 5 وجبات. أنا أفضل آخر وقت يأكل فيه الطفل متى؟ براحته، ما له موقف. مو غلط إنه يعني يأكل وينام؟ يفضل إنه يكون ساعتين قبل النوم عشان ترتاح المعدة عندنا، عشان خاطر ما يسبب عسر للهضم، وتكون دائما آخر وجبة تكون خفيفة يعني بظريفة لطيفة على المعدة، زي مثلا جبنة وعيش، أشياء نواشف، بيض وساندويتش معين. للأسف إنه بعض الأمهات جمانة بتشوفيهم بهوت دوغ برجر قبل ما ينام. لا، أنا يعني أفضل أنها تكون أشياء صحية خفيفة، خيار ولبنة، لبن، تتعود معدة الطفل، لأنه الطفل زي ما أنت بتزرع فيه العادات الغذائية تفضل معاه إلين ما هو يكبر، يعني أنه يشوف مامته دائما بتحضر له مثلا حاجات معينة أو أغذية مثلا بس بيأكل في الليل الأغذية الدسمة، حيفضل معاه هذا الشيء إلين ما يكبر. طيب خليني أتكلم معك في حاجة مهمة الأمهات كلهم بيعانوا منها، أنا شفت بعيوني قد إيه الأمهات مساكين بيشدوا شعورهم لما يجي وقت الأكل الصحي. الطفل بهذا الوقت لما يجي والله بيجيبوا له مثلا أشياء صحية تفيده لعظامه لجسمه، الولد بيرفضها، بيقول لك لا ما يحبه، حتى لما بيتناول أول ملعقة بيبصقها. فإيش الحل في هذه المرحلة؟ كيف نخلي الأكل جاذب للطفل؟ هذا الشيء احنا سوينا تجربة ايام الكلية، كانت في امهات بيعانوا من اطفالهم، فقلنا نسوي اللي هي الهابي فيس، الوجه اللي فيه ضحكة، والوجه الحزين والوجه المصمت. فكنا حاطين قائمة قدام الاطفال وجبنا لهم مثلا جزر لحاله، خيار لحاله، قطعناها بحيث انها تكون فينجر فود، يعني انه حيلا على قد المسكة للطفل. فهذه التجربة اعطتنا برهان لانه نقدر ندخل الأغذية الصحية بس بطريقة إنها تكون شوية فني للأطفال، شوية ممتعة ومرحة، إنك تقطع الشيء بطريقة جذابة، مثلا تقطعي له الجزر، تقطعي له الخيار، تقطعي له الخس لحاله، تقطعي له أشياء مثلا صحية، مثلا ما تدخلي له السكر، تعطي له مثلا تين ناشف، تعطي له مشمش ناشف. فالطفل كل ما أكل حاجة وجربها وحبها حطها على هابي فيس، الوجه السعيد، ولما كان ما هو مبسوط حطها في الوجه الحزين. فهذه تجربة أعطتنا انه ممكن انه ندخل الاغذيه الصحيه بس في طريقه انك انت تعطيها لطفلك، مو معناه انك انت تجبريه وتعسفيه وتبداي ما بتلاحظي معي الحكايه دي انه احيانا ممكن الام تستخدم الضرب في الاكل. مزبوط، فهذا الشيء تخلي للطفل تجربه جدا سيئه. يعني خلوا فكرة الأغذية أو فترة تناول الطفل للأغذية هي فترة ممتعة، يعني حاولوا أنه يجرب كل شيء طعمه لحاله إلين ما هو يستظرف الشيء. يعني مثلا كان عندي واحدة من زميلاتي طفلها نهائي ما هو راضي يأكل الفواكه نهائي، بعدين قطعنا له هذه الطريقة، مثلا التفاح قطعنا له هي بطريقة مرتبة، مثلا إنه طريقة نجوم أو قطع صغيرة، وبدأنا نتكلم معاه ونحاول نتحاور معاه، بعدت حكاية النرفزة، يعني حكاية الحوار أثناء الأكل مزبوط مهمة جدا جدا، يعني جدا لها فعاليتها مع الأطفال. مثلا إنه تبدأ تعمل أشكال، يعني في أب من الأبهات عمل مثلا توست ورسم عليه أشكال زي الأشكال الكرتونية بحيث إنه يحفز طفله إنه كل يوم أنت تأكل هذه الوجبة. ما عندهم روح لدا الشيء، لازم يعني يخلود الطفل نعمة ربي أعطاها ليكي، لازم إنك أنت تبذلي مجهود، لا تفلتيهم على العاملات المنزليين. يعني أوكي الحمد لله إحنا في نعمة إنه في عندنا أحد يساعدنا في بيوتنا، بس غلط إننا نعطيه للعاملة المنزلية وما نسأل في أغذيته وحيلا شيء. يعني ممكن أشياء صغيرة بسيطة تسعد طفلنا، يعني مثلا بدل ما إنك أنت تحطي له هي كأغذية عادية وهو رايح على المدرسة، علبة الأغذية هذه تهتمي فيها، إنك تحطي له أكياس ملونة، أشياء تفرحه. ممكن الطفل بيأكل الشيء اللي أنت بتحطي له هو عشان حطيتي له هو في علبة معينة أو شكل معين. في أشياء جمانة لو مثلا خلطناها مع بعض للطفل ممكن تعمل تسمم؟ لا، بالنسبة للخلط ممكن أن تجتيني في حاجة، ممكن أمهات طفل عندها مو راضي يأكل الخضار، تقوم إيش تسوي؟ مثلا تسوي شوربة، يعني أنا ماما كانت تعملها، تسوي شوربة عدس مثلا وتحط معاها كوسة
وبطاطس وجزر وتخبطها في الخلاط وتعطيها بس شيء بسيط على النار. وبدي الطريقة الشربة عندك تكون تقيلة شوية، والأطفال أكلوها وتقبلوا طعمها وما شافوا الخضروات قدامهم مقطعة يعني. أعطتهم الفيتامينات، أعطتهم الأملاح المعدنية، أعطتهم البروتينات اللي موجودة مع العدس. بدي الطريقة تستظرف الأكل اللي موجود. بالنسبة للخلط الأغذية، طبعا كل طفل لازم تنتبهي هل هو عنده حساسية معينة. بالنسبة للحساسية ضد البروتينات زي بروتينات الفول السوداني اللي هي البينت باتر مثلا، ممكن ياكلها وتسبب له حساسية. الأم لازم تنتبه لهذه الأشياء. إذا كان بياكل السمك، السمك ممكن يأثر على صحته. طيب جمعنا، أنا حروح معاكي ل يعني خطوات قام بها فريق عمل سيدتي لتقديم طريقة سليمة لتغذية الطفل. خلينا نروح للخطوات نشوفها ونرجع لكم. احرصي على تقطيع وجبة أو طعام طفلك لقطع صغيرة حتى لا يجد صعوبة في مضغ أو بلع الطعام. أما إذا كانت أسنان طفلك لم تظهر بعد، فمن الأفضل أن تقومي بهرس الطعام مع التأكد من هرسه كله وعدم تبقي أي قطع كبيرة. تقطيع قطع اللحوم إلى أجزاء صغيرة جداً. إذا كنت قد بدأت في تعليم طفلك تناول الطعام بمفرده، فيمكنك أن تعطيه ملعقة أو شوكة صغيرة حتى لا يتناول قطعاً كبيرة. هناك بعض الأطعمة التي يجب أن تمنعيها عن طفلك، مثل أقراص الحلوى الصلبة والتي يمكنها أن تصيب الطفل بالاختناق. هناك أيضاً بعض الأطعمة مثل الفشار والمكسرات والتي قد تصيب الطفل بالاختناق لأنها صعبة في المضغ. إذا كانت ثمرة الفاكهة المقدمة لطفلك تحتوي على بذور، فيجب أن تقومي بإزالة تلك البذور لأنها تكون صلبة، مما قد يؤدي لاختناق طفلك في حال قام بابتلاعها. أما بالنسبة للخضروات، فقبل أن تقدميها يجب عليك طهيها جيداً. احرصي على أن يكون طفلك منتبهاً دائماً وهو يأكل، وأن يجلس بشكل جيد أثناء تناول الطعام. لا يمكن تقديم أي طعام صعب المضغ أو سهل انزلاقه في الحلق، أو يمكن أن يسبب انسداد في الممر الهوائي لأي طفل أقل من 4 أعوام. مشاهدينا الكرام، تابعنا هذه الخطوات للغذاء السليم. نرجع مرة ثانية لضيفتي في الاستوديو أخصائية التغذية جمانة جلال. جمانة، أبغى منك تعليق سريع على اللي شفتيه في التقرير. هذا بالنسبة للتقرير جدا رائع بالنسبة للأطفال اللي دوبهم بادئين يأكلوا، إنه الواحد يقطع لهم الشيء بشكل صغير أو يهرسوا إذا كان دوبه بدأ يأكل. كمان أضيف عليه شيء، إذا الأم مثلا بدأت تأكل طفلها، تبدأ بالشيء اللي هو تقريبا ما هو مقبول زي الخضروات، تبدأ بالخضروات طعمها، بعدين تبدأ بالفواكه، بعدين تنتقل للأغذية الثانية. ليش بقول لك إنها تبدأ بالخضروات بعدين تروح للفواكه بعدين تروح للحوم والأجبان وما إلى ذلك؟ لأنه دائما إذا بدأت الأم بالفواكه، الطفل حب الطعم الحلو وراح ترك وبدأ يتقزز من طعم الخضروات، مع أنها هي الأفضل إنه هو مدام حليمات التذوق عنده بدأت تتقبل الشيء الخضروات أول بعدين نقول للفواكه، فهي تأخرها. يعني مثلا إذا بدأت عمره 6 شهور 8 شهور بدأت تعطيله الخضروات، بعدين تنتقل للفواكه، بعدين تنتقل إلين ما يصير عمره سنة إلى سنة ونص إلى سنتين الأغذية عموما الكاملة. وزي ما قلت إنه الواحد لازم يكون الطفل منتبه، ما يكون بيتحرك يمين وشمال. للأسف الشديد الأم هو الطفل رايح يمين وشمال بيتحرك بتتأكله، لا، لازم تجلسه، لازم تعلمه هذا يعني الأكل أدب. طيب بالنسبة للحركة، أنت تكلمتي على الحركة أثناء الأكل، لكن في نقطة مهمة، سرعة الأكل. أنت بتلاحظي بعض الأطفال يعني عكس، في بعض الأطفال بيأكلوا شوية شوية، لكن في بعض الأطفال بيأكلوا بشكل سريع إذا خصوصا الأكل جاء على هواهم شوية. فإيش تعليقك على هذا الموضوع؟ هو أفضل أنه الطفل كل ما كان يمضغ الأكل فترة طويلة، ما تجبروا الأم أنه يسرع في الهضم يعني بعملية اللي هي المضغ. لا، الأفضل والأصح أنه يفضل يمضغ أكله زي ما أنت تفضلتي وقلتي فترة طويلة. لكن الأغذية إذا هو زي ما أنت قلتي أنه على هواه وبده يأكل أكثر وأكثر، أو أنه يكون منتبه للتلفزيون خلاص يبغى يخلص، أو أنه يبغى يخرج أو يبغى يلعب، لا،
تحاول إنه وقت الأكل هذا وقتي وقتك أنا وياك يا إن شاء الله يقتنع. لا هي عبارة، شوف الطفل زي ما أنت تعوديه يمشي معاك، زي ما أنت تهيئيه حيمشي معاك. في البداية ممكن يعاندك، لكن بعد شوية حيبدأ يأخذ معاك ويتربى بحسب التربية اللي أنت حطتيه. احنا اشكرك جمان على هذه النصايح اللي يمكن كثير من الامهات محتاجينها، وان شاء الله لنا لقاء بفقرات اخرى برضو عن تغذيه الطفل. شكرا لك، يعطيك العافيه. اذا مشاهدي الكرام، بعد هذه الفقره ما زالت فقرات سيدتي مستمره، ولكن بعدها الفاصل، خليكم معنا. اسمها نوف، التقت أمها بعد 20 سنة من الفراق. اسمها شمس، خدعها شاب متهور وأنقذها رجل صالح. اسمها ندى أو وفاء، لكل امرأة حكاية طموح أو دموع أو احتياج أو ظروف صعبة، كيف نجعلها تتمسك بالأمل. قصص سيدتي الإنسانية تنقل لك حكاية واقع صعب وإصرار على بدايات جديدة. سيدتي بعد الفاصل، صعوبة الاختيار تتضاعف في إكس فاكتور، والفنان السوري أحمد رافع يتعرض لأزمة قلبية.